هلو، جود مورنينج، هاو ار يو يا رابع؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. طبعا توداي راح يكون عندنا اكتيفيتي بوك. طبعا اوريدي وي ستارتد وذ يونت 7، وكان عنوانها تكنولوجي تايم. وصراحة كانت حصة امبارح جدا ممتعة معاكو، وفي تفاعل يعني كل شيء بتعرفوه. يعني الحلو انه مش غريب عليكو، فرح نمشي في الوحدة هيك بكل أريحية. سو اليوم راح نراجع الفوكابيولري اللي أخذناه امبارح عن طريق الاكتيفيتي بوك. سو ايفري ون اوبن يور اكتيفيتي بوك اون بيج نمبر 72. في عندي تكنولوجي تايم، طبعا يونت 7. طبعا احنا امبارح اخذنا الفوكابيولري الجديد وشرحنا، يعني في بعض الطلاب فرجونا شو عندهم شغلات بالبيت، اشياء جديده لها علاقه بالتكنولوجي. حكينا عن البي سي، الكمبيوتر بتكون من سكرين وماوس وكيبورد. حكينا عن الجيمز كونسول اللي هي البلاي ستيشن. يعني حكينا ادوات الصوت، المايكروفون، حكينا عن السبيكر، وطبعا والهيدسيت والهيدفونز. يعني حكينا عن شغلات كثيرة، وحكينا عن اللاب توب. طيب الآن vocabulary، find the words and label the pictures. هلا الكلمة، الصورة موجودة بس كلماتها we have to reorder the letters، نعيد ترتيب الحروف لحتى أكون الجملة. هلا أريد إحنا راح نعرفهم. هاي إيش؟ ماوس، إيرفونز، جيمز كونسول، سبيكر، سكرين، مايكروفون، تشارجر، لابتوب، كيبورد، وبرينتر. بس أنا مطلوب مني أعيد كتابتها بالكتابة الصحيحة. هنا إير فون اللي هم سماعات الأذان، هنا games وحدة التحكم بالألعاب، games console، هنا speaker سماعات speaker. هنا حكيت لنا امبارح عنهم، حتى لمار حكيت لنا نحكي عنهم مونيتور اللي هم سكرين، بس احنا الدارج عندنا سكرين. اوكي، this one is بين هاي مايكروفون فون. طبعا البي والاتش مقطع ايش؟ اف. طيب هذا تشارجر شاحن، حتى في دول الخليج ما بيحكوا نشحن، بيحكوا نشرج. نشرج يعني نشرج يعني نشحن. اوكي، فايش يعني حتى بيحكوها انجلش، يعني احنا نحكي شاحن نشحن، هم بيحكوا تشارجر نشرج الموبايل يعني نشحن الموبايل. هذا لابتوب، لاب توب. and this one is keyboard، لوحة المفاتيح. And this one is printer. Printer. Okay. هلا أنا هذا التدريب المهم عندي، مهم جدا. بس أقرأ التعريف الشيء وأحذر إيش هو. يعني مثلا بقول لك هو بيستخدم مثلا لحتى أعلي الصوت، أو يعني مثلا يعني الالكتريسيتي. من هو التشارجر؟ يعني ايش تعريف الشيء، واحنا نحذر ايش هو الديفايس او الاكسسوري. هلا this bring electricity into your phone، بدخل الكتريسيتي. الكتريسيتي معناها كهرباء، اللي هي التشارجر. طيب this gets pictures or writing from your computer into paper، بحول الموجود على الكمبيوتر بحوله على الورق. وقلنا في منها نوعين، بلاك اند وايت وكلر، كلر ملونة اللي هي ايش؟ برينتر. طيب this helps you move around your computer screen، تتنقل بين الأشياء الموجودة على الكمبيوتر.
يعني بدي أروح على الملف هذا، على المجلد هذا اللي هي yes mouse. طيب this is a computer you can carry، باخذه معي وين ما كان. يعني هو عبارة عن يعني كمبيوتر بس باخذه معي شخصي إلي. أها لابتوب، لابتوب محمول شخصي يعني. Okay this makes your voice louder when you sing، بخلي صوتك عالي. لما بخلي صوتك عالي لما تغني يعني. هلا انا دايما حكيت لكم اياه، لما اكثر مين بيستخدموا السينجرز المطربين اللي هو المايكروفون. مايكروفون مايكروفون. واخر واحده this is a part of computer that you watch film، هو يعتبر جزء من الكمبيوتر وبقدر اشاهد الفيلم عليه. مين هو؟ this one screen، شاشه. طبعا لحد الان كله سهل. التدريب الاخير، شايف هذول الاشياءات بدي ايش ابلش من have to order them، ارتبهم من يعني تصاعدي من الاصغر smallest، من الاصغر to the biggest الى الاكبر، يعني من اصغر حجم لاكبر حجم. اجي بدور مين اصغر اشي اصغر اشي اصغر اشي. الايرفونز نزلناهم. طيب مين بعديهم أصغر أصغر أصغر؟ تشارجر، نحط تشارجر. بعد تشارجر يعني أي الماوس، وهكذا بدي أبلش من الصغير إلى الكبير. طبعا هذا أنتوا بتكملوا لحالكم يعني، تسلوا عليه، أنا ما بيهتمني هاي تدريبات زي هيك، بس انت حل لي اياه وكمل لي اياه وبلش شوف لي من اصغر شيء لحتى اوصل اكبر شيء، اكبر جهاز او شيء معين. تمام، هذا تكملوا لحالكم. اللي بخلص يبعث لي دان، يبعث لي صوره من حل هذا الواجب، ويعطيكم الف الف عافيه.